اللي عامله في نفسك ده؟ مستنياك يا حبيبي. قلت يمكن تعوز حاجه. انت تؤمر وانا عليا الطاعه. يا منجي من المهالك يا رب. يغصوا عليك يا فواز. بقى انا عامله لك كل ده ومستنياك عشان ارضيك. وانت تقول كده؟ هو كل ده مش عاجبك يا حبيبي؟ لا عاجبني طبعا يا حبيبتي. عاجبني قوي. فواز اشتقت لك حياتي. ليك الواو بوس الواو خلي الواو يفتح. شفت الواو بوس الواو خلاص الواو بح. عملت لك عشا يا حياتي. فتوش وتتبولة وعرايس. قلت اكيد هتيجي من الشغل تعبان. وفيها انهار. في ايه؟ يا عيون انهار. انا عايزك تسيب نفسك خالص النهارده. واللي نفسك فيه تشاور عليه. وفي غمضة عين هيكون قدامك. استر يا اللي بتستر. مالك يا حياتي؟ ده احنا حريمك وحلالك اللي ربنا قسم لك بيه. ربنا يكفينا شر المستخبي. ما هو اصل ربنا لما يبقى راضي عن حد بيحبب فيه خلقه. وانت بسم الله ما شاء الله الله اكبر. حبايبك كتير قوي يا حاج. واحنا الليله دي سهرانين عشان خاطر عيونك. حتى انت يا هدى انضميت للحزب. حزب؟ حزب ايه بس يا روح هدى؟ احنا الليله دي متعهدين اننا نريح قلبك ونبسطك. ولو عايزنا نشيلك جوه عيوننا هنشيلك يا حاج. انت يا هدى؟ انت؟ ده انا بتكسف ابوسك يا هدى. وتتكسف ليه بس يا روح هدى؟ خد راحتك. ده انت جوزي وحلالي وربنا محللي معاك كل حاجه. ترتر يا هدى؟ حط في وشك ترتر. لا اله الا الله. لا انا لازم افهم بقى القصه دي. ولا دي حفله عشان طلقت الرابعه؟ اسم الله عليك. هو ده. حلوه منى. حلوه منى. قطعت نفسي. شفت انا بجيب فيه الجون يا بابا؟ يا سلام. طب ما انا جايب فيه الجونين. لا جون واحد والتاني انا سديته. انت تعمل لي فيها بوسكاس بقى بتاع برشلونه. خلاص محترف يعني. ماشي يا عم. تعالى منى عايز اقول لك حاجه. قال لي انتوا صحيح ما بيدوكوش دين في المدرسه؟ ساعات ميس العربي بتدينا شويه كده. ساعات؟ استغفر الله العظيم يا رب. ولا حول ولا قوه الا بالله. طب والله لو اوريهم عالم ظلم اعوذ بالله. يا حاج اعوذ بالله. حاج بس انا ابوكوا يعني. اهو اهو ابوك اهو. اهو الحاج اهو اهو. لقيت الحاجات دي في اوضه الراحله. اعمل بيهم ايه؟ حطيهم في شنطه كده لحد ما نوديهم لها. حاج على مهلك. على مهلك. على مهلك. بابا هي ماما اللي كانت عايشه معانا هنا فين؟ ماما اللي عايشه معانا فين؟ الله يخلي بالك. انت مالكش غير ماما واحده. ماما انهار وبس. ماما سميحه. ماما هدى وماما بس بس بس. ايه انت معايا ولا معاهم؟ ماليش السيره دي خالص. بس ليه زمايلي عندهم ماما واحده بس؟ حتى لو مش اتضايقت ويطلع حرام كده. انت ليك ماما واحده باباك لازم يكون متجوز واحده. حرام. الميس دي مش فاهمه حاجه. ماما لو كانوا بيدرسوكوا دين في المدرسه كانوا عرفوا الحلال من الحرام. ابوكوا. تعالوا يا اولاد قربوا. تعالى منى. ابوك والحمد لله ما بيعملش اي حاجه حرام. الجواز ده
قومي يا حبيبتي العبي مع اخواتك هناك، ده كلام رجاله كلام صبيان. روح قرب يا مدام. الجواز ده شرع ربنا حلله للرجاله، يعني الراجل يتجوز واحده واثنين وثلاثه واربعه، ده حلال ربنا. ما ينفعش بقى يجي بني ادم يحرم اللي حلله ربنا. صح؟ صح. فاهمين؟ بسم الله ما شاء الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازيك يا حاج فواز؟ اهلا وسهلا، مؤاخذه ما بنسلمش. اتفضل. الحقيقه انا من زمان وانا نفسي اتعرف بحضرتك، تحب تشرب ايه؟ لا ملوش لزوم، انا راجل عامل يا حضره المديره، وجاي اسال حضرتك سؤال واحد وعايز اجابه بما يرضي الله. اتفضل يا حاج. هل انا كولي امر قصرت يوم في حقوقكم كولي امر للعيال هنا في المدرسه؟ الحقيقه لا ما حصلش، بس حضرتك بتقول كده ليه يعني؟ يعني حقكم بيوصل لكم اول باول بما يرضي الله، بيوصل ولا ما بيوصلش؟ الله انا مش فاهمه حضرتك عايز تقول ايه. عايز اقول ان اللي بيدي لازم ياخد، والمفروض المدرسه هنا تنور بصيره العيال مش تضللهم. تضللهم يعني ايه تضللهم؟ لما مدرسه عندك هنا تحرم اللي حلله ربنا في عيون ولادنا تبقى لازم تتحاكم. انا الحقيقه مش فاهمه حضرتك عايز تقول ايه بالظبط. يا ريت حضرتك تبعتي تجيبي المدرسه الميس بتاعه العربي اللي بتدي ابني منعم. انا جيت يا حضره المديره من غير ما حضرتك تكلميني. ميس فاطمه، هي ايه الحكايه بالظبط يا ميس فاطمه؟ ابن سعادتك جالي وحكالي على الحوار اللي حصل بينكم، ولما عرفت ان حضرتك مشرفنا قلت اكيد جاي عشان تكلمني في الموضوع ده، وديني جيت. بقى ما بتدوش الواد دين وبتحرفه بشرع ربنا وبتضللوا العيال ومش عايزين اجيلك؟ شرع ربنا محدش يقدر يحرف فيه يا استاذ. امال الكلام اللي بتقوليه للواد منعم ده اسمه ايه؟ تفسير. تفسير؟ اجتهاد. لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا ادانا عقل يا حضرت عشان نفكر بيه وعشان نوصل لاعلى مكانة، وبالعقل ده ميزنا عن بقية الكائنات. صحيح ربنا حلل الجواز من أربعة بس حط شروط ووصف، وفي الآخر قال ولن تعدلوا. مش معقول المرأة اللي ربنا كرمها في كتبه يجي العبد ويهينها ويستعملها ويحولها لمجرد مسكن لرغباته باسم الشرع. ده كل اللي أنا قلته. لو حضرتك بقى شايف إن الكلام ده فيه تضليل أعمل اللي حضرتك تشوفه. عن إذنكم. إيه اللي بتقوله ده يا حاج؟ اللي سمعته يا زكي. ايوه بس دي حاجه غريبه قوي. مستحيله يعني يا مرسي؟ بعد اذن اقطع كلامك يا حاج، مفيش حاجه مستحيله ما دام فلوسها جاهزه. الله يفتح عليك، قول له قول له. مفيش حاجه مستحيله. ايوه بس الموضوع ده محتاج تصاريح ومواويل، فاضيين احنا بقى كل اسبوع مشروع يا حاج. فيها زكي، ما يحسد المال لاصحابه، ده رزق وجاي لنا يا ابني. قول يا زكي الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. لا اله الا الله، الحمد لله. الحمد لله على كل شيء. عايزك تعمل لي دراسه شامله بكل حاجه، عايز في اقرب وقت ابقى صاحب اكبر مدرسه مهمه في مصر. مدرسه؟ فهمتني يا زكي؟ عايز اختار مدرسينها واحد واحد وواحده واحده، ناقصين احنا بقى كمان المدرسين يجوا يبوظوا لنا دماغ العيال. مش كفايه علينا امهاتهم؟